مشاهدينا دايما سعداء ان احنا بنلتقي مع حضراتكم من خلال شاشة التانية، ويسعد صباحك. وكل يوم عندنا فقرات كتير. صباح الخير. تحكي على ايه فيك؟ عارفين بقى الطريق والزحمة. هند وصلت قبل الحلقة بثواني، وجاية معاها كارثة مش هنتكلم عليها دلوقتي، هنتكلم بعد الحلقة. اما بالنسبة للحلقة بقى، فالنهاردة معانا فقرات كتير ومتنوعة هنتكلم فيها النهاردة، وهيكون طبعا الفقرة الثابتة اللي معانا كل يوم او كل اسبوع سافرت كتير. احنا دايما بنتكلم مع سفراء من الدبلوماسيين، وبيتكلموا عن رحلاتهم في الخارج وعملهم في السفارات في الخارج. النهاردة هيكون معانا يعني في اختلاف بسيط، هيكون معانا الاستاذ علاء خليفة، هو نائب رئيس ادارة مجلس ادارة اتحاد المرشدين السياحيين السابق، وممثل وعضو الاتحاد العالمي للمرشدين السياحيين، وكمان ممثل الاتحاد العالمي للمرشدين السياحيين لقارة افريقيا. من خلال عمله سافر لدول كتير حول العالم، فهي نفس الفكرة، ولكن هيكون مع السياحة. هنتكلم عن اللي شافه في الدول الاخرى، وهنتكلم الجانب السياحي وازاي نقدر مصر تستفيد من خبرة الدول الاخرى في جذب السياحيين السياح الى مصر، خاصة الفترة الحالية احنا محتاجين عدد من السياح اكبر من اللي موجود دلوقتي، ونوفر لهم المناخ اللي يقدروا يجوا يستمتعوا بمصر في رحلاتهم واجازتهم الى مصر. وهنتكلم في الموضوع ده مع الاستاذ علاء خليفة. اخر اخبارنا النهاردة قبل ما نروح بقى للفاصل، وزير السياحة هشام زعزوع يعلن انه مصر بدأت تستعيد السياحة بمعدلاتها الطبيعية، وهو بيقول انه يعني من خلال خطة الوزارة بيحاولوا يرجعوا للمعدل الطبيعي اللي كان سنة 2010. المعدل ده كان في حدود حوالي 11 مليون سايح في السنة، او 10 مليون سايح، وكان بيجيب دخل حوالي 11 مليار دولار. ده كان سنة 2010 2009 2010 قبل ما يعني السياح يختفوا عن مصر الفترة اللي فاتت. هو بيقول خطة الوزارة في حوار تلفزيوني مع التلفزيون الألماني، بيقول خطة الوزارة انه نوصل في سنة 2020 الى حوالي 30 مليون سايح، ويبقى الدخل حوالي 25 مليار دولار. طبعا احنا كلنا نتمنى ان ده ينجح، وان الخطة دي تنجح، وان حتى السياح يبقوا اكتر، لان مصر فيها يعني مش هنتكلم بقى على اللي اتقال كتير قبل كده، ان مصر فيها كل حاجه تخلي السياح يجوا. صحيح، عندنا مكونات سياحيه كتيره جدا نقدر ان احنا نستفيد منها. فقرتنا اللي جايه هتكون مع فقره سافرت كتير، وهيكون لينا لقاء مع الاستاذ علاء خليفه، نائب رئيس اداره اتحاد المرشدين السياحيين الاسبق، وممثل الاتحاد الدولي لقاره افريقيا والخبير السياحي. وزي ما قلنا هنتكلم معاه على السياحة، وطبعا ده نقدر نستفيد من الخبر اللي ياسر لسه قايله ان شاء الله، ازاي نقدر ان احنا نوصل لأعلى معدلات من السياحة خلال هذا العام والعام القادم ان شاء الله.
نرجع مره تانية مع حضراتكم ونواصل لقائنا فقرتنا عن السياحه وازاي نقدر ان احنا نساهم في تنشيط السياحه. خطط كتيره جدا، وطبعا مصر زي ما قلنا عندها مكونات سياحيه كتيره جدا. النهارده فقره سافرت كتير هنلتقي مع خبير سياحي، وهو ايضا بيعتبر نائب رئيس اتحاد المرشدين السياحيين الاسبق وممثل الاتحاد الدولي لقاره افريقيا والخبير السياحي، وسافر اكتر من 40 دوله. النهارده بيسعدنا ان احنا نلتقي مع الاستاذ علاء خليفه. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. ويسعد صباحك. ويسعد صباح حضراتكم كلكم، يا رب كده مصر تكون دايما بخير، السياحه تكتر في مصر كده من كتير. يا رب ان شاء الله. احنا من خلال حوارنا هنحاول يعني نعمل كده حلقه اتصال او وصل ما بين الاماكن اللي حضرتك زرتها من دول مختلفه ومصر، وازاي حاجات شفتها هناك ممكن مصر تستفيد من خبره الدول دي مثلا في الجزء الخاص بالسياحه، والاخطاء اللي ممكن يعني نتغاضى عنها او ما ناخدهاش منهم ممكن تكون بتحصل بره او بتحصل عندنا. فنبتدي الاول بالدول اللي زرتها. ايه هي الدول اللي انت حسيت انها بتدي السياحه اهتمام اكبر حتى بقله مواردهم؟ طبعا شوف، هو في قسم مشترك ما بين ال 40 دوله اللي انا رحتهم، بحكم عملي وبحكم سفريات كتير وحضوري اجتماعات مجلس اداره الاتحاد الدولي للمرشدين السياحيين، حكم محاضرات اللي كنت بلقيها بره، كان في قسم مشترك دايما في كل الدول دي. الدول السياحيه الكبرى اللي احنا بنسميها الدول الاكثر دخلا في السياحه، دايما كانت وسائل المواصلات انفراستراكشر بتاع النقل فيها على اعلى مستوى، ودي اكتر حاجه ممكن تنمي السياحه. يعني ان السائح ينزل يلاقي تاكسي محترم يركبه من مكان لمكان، ان السائح ياخد اتوبيس كويس محترم مكيف يروح من مكان لمكان، ان السائح يركب عربيه سياحه ماشي في طريق امان، ناس بتحترم اشارات المرور، مفيش زحمه زياده، سبيد ليميت على الطرق، مفيش زحمه بتعطله عن الطريق، مفيش اخطار بتقابل. اجمل حاجه برضو قطارات مواعيدها صح، بحجزها عن طريق الانترنت، كل الحاجات دي كانت بتساهم في نمو صناعة السياحة. عايز تقود صناعة السياحة في أي بلد، اهتم بوسائل المواصلات العامة. تهتم بوسائل المواصلات العامة، السائح بدل ما هيجي لك مرة هيجي لك 10. يعني هي دي بقى النقطة اللي احنا دايما يعني كتايها مننا. طبعا انا يعني معلش حريك، لو سافرت النهاردة اي بلد، لو رحتي سي تايلاند مثلا ولقيتي في تايلاند، من سهل جدا ان انت تروحي المكان الفلاني اللي حضرتك بتقري عنه في الجايد بوك، سهل قوي. وبعدين نفترض ان انت اول مره رحتي مع شركه سياحه، فاكتشفتي ان الاماكن اللي انت بتروحي تزوريها الايتيري دي كلها سهله بالنسبه لك تعمليها بعد كده، فقررتي المره الثانيه ان انت تروحي وتعمليها بنفسك. فجيتي تركبي تاكسي لقيتي الله تاكسي حلو ومحترم وراجل محترم جدا وماشي بالعداد، جيتي تركبي اتوبيس لقيتي التيكت محترمه جدا في مكان في اتوبيس باستوب في نفس المكان، جيتي حضرتك بقى تاخدي فيري عباره من مكان لاخر لقيتي العباره بتطلع في وقتها، ولقيتي التذاكر يعني متاحه على شبكه الانترنت، ولقيتي الكلام ده. هتيجي البلد دي تاني ولا لا؟ قولي كده، هتفكري المره الجايه هتقولي طب تعالوا بقى يا اصحابي انا هاخدكم المكان اللي انا عارفاه كويس، لان احنا ممكن نروح من الحته دي للحته دي والحته دي للحته دي بسهوله جدا بدون اللجوء لشركه سياحه النظام. هل عشان كده دلوقتي السياحه كلها بقت تروح على بره القاهره وتلاقي الكل طالع على شرم ولا على دهب ولا على الاماكن دي، لان هو بياخد من المطار على المكان بتاعه والمنطقه كلها كده ملمومه وسهله وما بقاش حد بيجي القاهره زي زمان؟ شوف حضرتك، اكتر انواع السياحه الناجحه في مصر هي السياحه اللي تحت سبونسر من شركه، يعني في شركه هي اللي بتنظم كل حاجه، دي اكتر انواع السياحه. لكن السياحه الانديفيدوال اللي كانت بتجي لنا زمان في السبعينات والثمانينات دي انقطعت تماما، دي ما بقتش عندنا. نشوف سياح في القاهره خالص. السياح اللي ماشي لوحده ده اللي بيجي ويعتمد على نفسه وينزل ويحجز فندق بنفسه او ياخد ال يعمل شنطه على ظهره بقى ويمشي في وسط البلد، ما بتشوفهاش ليه؟ لان كميه او الاسباب اللي منفره لنوعيه السياحه دي كتيره جدا في مصر. صراحه عندي برضه نقطه عايزه اقولها في الموضوع ده، هوت انه بره لما بنسافر بنلاقي اوتيلات من رينجز مختلفه، يعني من اول 7 ستارز لغايه مثلا ستار
واحده لغايه الموتيلات الصغيره، وكلها اماكن نظيفه وكلها نقدر ان احنا ننزل فيها. يعني كتير يعني انا عن نفسي ساعات لما بسافر بقعد في 3 ستارز او 4 ستارز في اوروبا، مش لازم 5 ستارز ولا اي حاجه، وفي نفس الوقت خدمه كويسه جدا، مكان نظيف جدا، الناس كويسه جدا، والمكان امان طبعا. يعني مش لازم تبقى قاعد في اوتيل كبير قوي عشان تحس بالامان. هل حضرتك هديكي مثلا، انا كنت في جزيره بالي اسمها حضرتك عن منتجع اسمه بالي، ورحتها 3 مرات. كان عندنا مؤتمر دولي هناك، وعايز اقولك من لحظة ما وصلت المطار، انا طبعا بتابع يعني بسجل كل هذه الملاحظات، من لحظة ما وصلت المطار، من لحظة ما الناس ابتدت تهتم بي، من الاول لحظة، من لحظة ما ابتدت اشيل الشنطة كانوا بي مهتمين بيك بقى، واحد جاي متخانق عليك انت؟ لا لا لا، مش الكلام ده خالص، مش زي الكلام ده خالص. عندنا مش عايز اقول لك بقى بوكيه الورد اللي بتحط حوالين رقبتك دوت وتفضل عشان المؤتمر. ايوه بقى عشان المؤتمر. بس رحتها بعد كده، رحتها بعد كده ولقيت نفس الاهتمام برضو بوكيه الورد. بقى لما تروحي مكان لاول مره بتحبي تروحيه تاني، لما بتلاقي فيه ايزي اوف اكسس، يعني بتلاقي فيه سهوله الدخول والخروج والتحرك في المكان. ف بس انا عايز احكي لك ان احنا مجرد ان احنا وصلنا للفندق ودخلنا الفندق، تلاقي المعامله في الفندق مختلفه تماما. تلاقي الناس في الفندق اي حد عايزك تبقى سعيد علشان تيجي مره ثانيه، وكل الناس عايزك تبقى سعيد عشان تيجي مره ثانيه، وهم الناس بيقولوا حياتنا هي السياحه صح، ولا يمكن ان احنا نفرط في حد ما يجيلناش تاني او يكره بلدنا. طب اقول لحضرتك حاجه، سمعتي عن زي اللبنانيه؟ ما اللبنانيه بيعملوا كده برضه. بالظبط. طب انت سمعتي عن تفجيرات كانت حصلت في بالي سنه 2002؟ كان في تفجيرات كبيره قوي في مالها ليلي، وكان مات فيها حوالي 186 واحد. كانوا انجليز وكان انجليز على استراليين وكده. انا وانا هناك في بالي قررت ان انا اروح اشوف مكان اللي حصل فيه التفجيرات ده، هو في الدانس بار في العاصمه نفسها. فقررت رحت واخد سايب الاوتيل خالص، نازل واخد تاكسي محترم جدا، وقفته في لحظه تاكسي مكيف. قلت له انا عايز اروح المكان اللي حصل فيه التفجيرات عندكم سنه 2002، نفسي اشوف، انا عايز اعرف ايه الحادثه الكبيره دي قوي. فرحت هناك، تخيلت لقيت نصبه تذكاري واسامي اللي ماتوا في الانفجار مكتوبه بالذهب، ولقيت كميه سياح كتيره جدا هناك بيعملوا ايه، بيزوروا المكان ويحطوا ازهار يعني تأبينا للضحايا. الكلام ده بعد كام سنه بقى حضرتك؟ بعد 7 سنين من الحادث. يعني حتى المقاسي بتاعتهم بيستغلوها كعامل جذب للسياحه في دول كثيره طبعا. طيب انا عايزه اقف عند تركيا. يعني تركيا مقاومتها السياحيه حلوه وجميله وكل حاجه، بس مش زينا خالص. يعني هم عندهم عنصر او عنصرين من العناصر الموجوده عندنا. زمان كنا بنسمع ان تركيا الناس بتروح عشان تشتري هدوم رخيصه وترجع. دلوقتي الناس بتروح علشان تتفرج على الاماكن السياحيه اللي موجوده هناك، تتفرج على بيوت اللي كانت طلعت في المسلسلات اللي هم شافوها قبل كده اهوت واتعرضت هنا اهوت في مصر. يمكن انا يعني كنت قريب في تركيا وشوارع، ما هي يعني شوارعهم زي شوارعنا، الخدمه بتاعت التاكسي زي عندنا بالظبط، يمكن المواصلات العامه او الاوتوبيسات والاندر جراوند منضبط اكتر، لكن يعني لما تبقى موجود في المكان تحس ان انت يعني نوعا ما انت زي شبه مصر، بس هم محققين نسبه ايرادات عاليه جدا في السياحه واحنا لا. تركيا كانت ممكن تحقق ايرادات اكتر من كده كمان. يعني بس حضرتك قلتي في جملتك في سياقك للموضوع قلتي ايه؟ قلتي المواصلات احسن من عندنا في مصر، مش كده؟ عشان حضرتك خليتني اخد بالي من نقطه المواصلات. أيوة في بدايه الحديث. بالظبط. لما المواصلات في اي بلد يكون في ايز اوف اكسس، يعني يكون في ان انا اروح من نقطه الف لنقطه ب بسهوله، لازم تعرفي ان السياحه ستنمو في هذا المكان. تركيا اهتمت بهذا الموضوع من بدايه نص الثمانينات، اهتمت بهذا الموضوع، اهتمت ان يكون في وسيله مواصلات مريحه سواء للمواطن او للسائح. اما تركيا بقى فليها بنسميه جو جميل، اللي هو يعني اتموسفير جميل للسياحه. تركيا عندها الجراند بازار في تركيا، ده جميل جدا، ده 7-8 مرات حجم الخان الخليلي عندنا. عندها سان صوفيا اللي هو جامع ايا صوفيا، عندها الجامع الازرق، جامع السلطان احمد فتح. عندها هما كام جامع في منطقه بس، احنا عندنا يعني قدهم بتاع عشرات المرات. حلو. بس مش مهتمين بالمنطقه اللي حواليها. دخلتي الجوامع اللي في تركيا؟
شفتي المنطقة اللي حواليها منمى ازاي؟ عمرك شفتي حافل من البياعين اللي جايين على وراكي ويجري وراكي وانت داخلة الجامع وبيشدوكي وبيحطوا الحاجة في شنطتك بالعافية؟ ما شفتيش الكلام ده؟ ففي كنترول، في رقابة صارمة وشديدة من وزارة السياحة. ده انا اقول لحضرتك حاجة، مرة كنت في مؤتمر في تركيا، وفي المؤتمر ده كان المرشدين السياحيين الأتراك كانوا بيتكلموا عن تجربتهم في تركيا، ازاي قدروا يثبتوا الإيقاع ان ما يبقاش المهنة لأي حد. فعملوا ايه؟ اتفقوا مع وزير السياحة هناك، قالوا له بص احنا سفراء تركيا الداخليين، احنا اللي نقدر نقدم تركيا بشكل افضل، علشان كده احنا مش عايزينك، ارجوك مش عايزينك تدخل اي حد الصناعة بتاعتنا او المجال بتاعنا، بدعوة بقى ان هو مترجم، بدعوة ان هو يعني في مكان اثري مثلا ممكن يشرح. النهاردة في مصر تبص لاي اي حد، النهاردة تلاقي اي حد نصب نفسه مرشد سياحي، اي حد قال لك انا مرشد سياحي واقدر اشرح المكان ده، اي حد قال لك انا اقدر اتكلم عن 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 الهرم مثلا، اقدر اتكلم عن المتحف المصري، اقدر اتكلم عن ما ينفعش، لازم كل واحد لتخصص. السياحه دي دايما فيها تخصصات، المرشد السياحي ده سفير لبلده داخل البلد، درس. انا السياح لما بيرجعوا مصر ما بيرجعوش عشان الخدمه الكويسه قد ما بيرجعوا علشان الناس اللي قبلهم في مصر، اللي هو مين؟ السواق، المرشد السياحي، المندوب اللي قبله في المطار، كل الناس دي عامل جذب للسياحه العالميه. احنا عملنا ايه عشان نحسن كل ده دلوقتي؟ ايه اللي حاسس بيه مثلا الفتره اللي بس سريعا لان الوقت خلص؟ ايه اللي عملناه؟ شوف واحنا لغايه دلوقتي ما عملناش، بس انا متفائل جدا. الوزير الجديد استاذ هشام زعزوع، الراجل ده انا اعرفه من زمان، يعني كنا جبناه في مؤتمر قبل كده وكان يتكلم بشكل بوزيتيف جدا، راجل فعلا فاهم هو بيعمل ايه. انا سعيد ان الراجل ده هو على راس وزاره السياحه. انا عندي امل في اللي هنعمله باللي جاي، هيبقى كتير. انا عندي امل ان المنظومه هتتصلح، بس انا كان نفسي جدا 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 عشان مصر تقوم سياحيا، ان انا لو في مكان صناع القرار اخلي وزير السياحه نائب رئيس الوزراء، علشان اخلي عنده قنوات اتصال بكل الوزارات، لان السياحه الصناعه الوحيده اللي في مصر والعالم التي يتصل بها اكتر من 30 صناعه 40 صناعه وكلها تتعلق بوزارات اخرى. فانا عشان اعمل طرق كويسه ومواصلات كويسه لازم اكلم الراجل بتاع المواصلات والطرق واقول له عايزين على كل ده علشان خاطر السياحه، لازم اعمل حمامات كويسه في اماكن كويسه، يبقى اجيب وزاره الاشغال، وزاره البيئه، وزاره الكلام ده. فيعني اللي اقصده ان لازم يكون في فرقه متكامله من الناس، ان نعرف ان صناعه السياحه دي هي صناعه قاطره في جميع دول العالم. ده صحيح. احنا بنشكر حضرتك وبنتمنى ان ده يحصل، وبنتمنى طبعاً انه يعني الاهتمام بالسياحه وعدد زياده عدد السياح في مصر يبقى على اولويات الدوله او اولويات الحكومه، وان يبقى في فعلا تعاون ما بين كل الجهات علشان نقدر نوصل لمعدلات كبيره جدا، اللي احنا نقدر نبقى احسن دوله سياحيه في العالم ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لحضرتك واهلا. شكرا. هنطلع لفاصل مع حضراتكم ونرجع مره